السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان أحبار اليهود على علم ودراية تامة بنعت وصفة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم، فأتى إليهم نفر من الصحابة يسألوهم عن تلك الصفات، فأنكروها وكتموا الحق، فأنزل الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لم يكتف المعاندون من أهل الكتاب بضلالهم، بل أرادوا أن يضلوا غيرهم. فاستحقوا من الله عز وجل اللعن ومن الملائكه والمؤمنين والخلق اجمعين ولكن الله عز وجل رب رحيم كتب فوق عرشه ان رحمتي سبقت غضبي فلم يقنط عباده وفتح لهم نافذه امل وانزل قوله تعالى الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم إلا الذين رجعوا مستغفرين الله من خطاياهم، وأصلحوا ما أفسدوه، وبينوا ما كتموه، فأولئك يقبل الله توبتهم، ويجازيهم بالمغفرة. والله عز وجل هو التواب على من تاب من عباده، الرحيم بهم، إذ وفقهم للتوبة، ثم قبلها منهم. كتمان الحق ذنب عظيم، لا يضر فقط بالعبد الذي كتم الحق، وعلاقته بربه. بل يمتد اثره الى غيره من العباد. فكان لابد للعبد من توبه وندم، واصلاح لما افسد، وبيان لما كتم، وعلى راي المثل تضربني في شارع وتصالحني في حاره، فوجب على كل من كتم الحق التوبه، ويكون ذلك بالندم، والاقلاع عن الذنب، والعزم على عدم العوده مره اخرى لهذا الذنب. واصلحوا ما فسد من اعمالهم، فتركوا القبيح والحقوه بالعمل الحسن. وأصلحوا أيضا أعمالهم وأحوالهم، وأصلحوا ما أفسدوا من عقائد الناس، ولا يكفي ذلك سرا، بل يجب أن يبينوا ما كتموه من الحق، ويصرحوا بذلك بين الناس، وبينوا ما في التوراة من نعت وصفة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ووجوب اتباعه والإيمان به، وخلونا ناخد مثال للتوضيح، لو أن هناك شيخ من شيوخ أحد الفرق الضالة، وما أكثرها، له مريدين وأتباع، وله أيضا مؤلفات وفيديوهات ودروس وأراد أن يتوب من كل ذلك ويعود إلى الفرقة الناجية ماذا يفعل؟ وجب عليه أولا أن يتوب إلى الله توبة نصوحة ثم وجب عليه أن يصلح حاله مع الله ويصلح ما أفسد وأخيرا وجب عليه أن يبين ما كتب من الحق لأتباع ومريديه بنفس الوسائل من دروس ومؤلفات وفيديوهات وغيرها فأولئك أتوب عليهم، لأن توبة الله عز وجل غير محجوبة، على من تاب وأصلح وبين، ويتجاوز عنهم، ويغفر لهم، فما أسعدهم. أخذنا في الإعدادية إن من حروف العطف حرف الفاء، ويفيد الترتيب والتعقيب. فتوبة الله عز وجل تأتي مباشرة بعد توبة العبد. وكأن الله عز وجل يراقب ويطمع العبد في التوبة، ويفتح له أبواب التوبة على مصراعيها. واخذنا كمان ان اولئك اسم اشاره للبعيد وتكرر لفظ اولئك في الايتين ولكن شتان بين الايتين فرق السماء والارض. والله عز وجل يهدي اولا للتوبه ثم يتوب العبد فيقبل الله توبته فتوبه العبد بين توبتين لله. ثم ختم الله عز وجل الايه الكريمه بفيض من التوبه والرحمه وقال: وانا التواب الرحيم. والتواب صيغه مبالغه لكثره من يتوب عليهم. ولكثرة توبته على العبد نفسه ولكثرة الذنوب التي يتوب عليها ومن منا لا يعلم قصة ذاك الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب فقال له هل لي من توبة؟ فقال الراهب لا فقتله وأكمل به المئة ثم سأل مرة أخرى عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم فذهب إليه وسأله هل لي من توبة؟ فقال له العالم نعم وما يحول بينك وبين التوبة وقال له العالم اترك الأرض التي تقيم فيها فإنها أرض سوء ليس فيها صحبة صالحة وانطلق إلى أرض أخرى فيها أناس يعبدون الله فاعبدوا الله معهم فانطلق الرجل وفي وسط الطريق مات الرجل فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة أتى إلى الله عز وجل تائبا مقبلا إليه بقلبه وقالت ملائكة العذاب أنه لم يفعل خيرا قط فبعث الله إليهم ملكا في سورة آدمي يحكم بينهم ومن أجل هذا العبد الصالح غير تضاريس الأرض وأخذته ملائكة الرحمة إلى نعيم الله ولك أن تتخيل لو لم يشرع لنا الله التوبة لطغى المجرمون ولهلك المجتمع الرحيم بعباده بعد التفريط العظيم في حق الله تعالى وفي حق أنفسهم وفي حق الآخرين رحمة عظيمة رحمة لا حدود لها بل وسعت كل شيء جزاكم الله خيرا